فيروس كورونا يتفشى بشراسة، يسخف من جميع الجهات على كل القارات، لا يعترف بلغة أو قومية أو دين، عادل في توزيع الهلع حيث الرعب والحجر والترقب. البعض ينتظر تسابق مختبرات العلم لإيجاد الترياق، وآخرون متأكدون أنه طوفان يهدد البشرية بالفناء، فلا بد من ملاجئ القيامة وسفينة نوح لإنقاذ بعض الحيوات على الكوكب، حيث التحصين من أي كارثة قبل فوات الأوان، وشراء مواد تساعد على البقاء على قيد الحياة لفترات زمنية طويلة. ربما جولة في هذه الملاجئ ستقنعك أنها ليست مزحة. نهاية العالم. منذ أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، هناك أشخاص يعتقدون أن نهاية العالم تقترب، ما دفع بشركة فيفوس الأمريكية للتفكير بإنشاء ملاجئ يوم القيامة لحفظ النسل البشري حال قيام حرب نووية. عمليات بيع الملاجئ المحصنة ضد الانفجارات الذرية نشطت حينها، لكنها عادت الخمول مع انهيار الاتحاد السوفيتي. لم يحرك هذا الكساد إلا فيروس كورونا، حيث بات يكثر الحديث عن نهاية العالم مع تحذير مسؤولي الصحة في أنحاء العالم من أن الأسوأ لم يأتي بعد، بتحول الفيروس إلى وباء عالمي وظهور علامات الساعة بحسب البعض من خلال موت البشر المفاجئ. ضد الكوارث. بدء تفشي فيروس كورونا دفع مبيعات ملاجئ القيامة للارتفاع، حيث أعلنت شركة فيفوس التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها استئناف بناء وتحويل الملاجئ تحت الأرض لتحمل أسوأ الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان. الشركة أطلقت على شبكة الملاجئ الخاصة اسم فيفوس إكس بوينت، أو ملاجئ يوم القيامة. تنتشر الملاجئ قرب منطقة بلاك هيلز في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية. الملاجئ بنيت عن طريق فيلق المهندسين بالجيش عام 1942 كحصن عسكري لتخزين الذخيرة والمتفجرات، قبل أن تستحوذ عليه شركة فيفوس لتشكيل مجتمع الملاجئ. يمكن استئجار الملجأ الواحد مقابل $35,000 مع رسم سنوي قدره $1,000. هناك 575 ملجأ قيامة متوفرة في المنطقة، مصنوعة من الخرسانة الفولاذية المسلحة ومؤثثة بشكل جيد وبعضها بشكل فارح، ولكل منها مساحة كافية لاستيعاب من 10 إلى 24 شخصا، بينما المجمع بالكامل يؤوي حوالي 10,000 شخص. إعداد هذه الملاجئ تم في موقع قاعدة بلاك هيلز العسكرية سابقا. تصميم كل ملجأ تم لإبقاء من في داخله على قيد الحياة حتى عند التعرض لقوة تفجير هائلة تصل ل 500,000 باوند. كورونا وأخواتها. تهديد فيروس كورونا ليس هو فقط ما زاد مبيعات الملاجئ. بيان لشركة فيفوس حصر عددا من الأسباب الأخرى، ومن بينها شعور الناس أن العالم على وشك الانهيار عسكريا، بدءا من كوريا الشمالية إلى إيران، وتوقعات باندلاع حرب عالمية ثالثة بين أمريكا روسيا والصين، واحتمال ظهور طاعون آخر أو حدوث انهيار اقتصادي جديد، لجانب التغيرات الكبرى في الأرض ما قد يسبب انقراض الجنس البشري. 10,000 بشري بخير. ملاجئ يوم القيامة لا تعد أن البشرية كلها بخير، بل سيتم اختيار حوالي 10,000 إنسان لاستمرار نسل البشرية في الموقع الذي يوفر ملاذا ضد الأحداث الكارثية كالحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة، وتتوفر فيه الأغذية والمياه والوقود والإمدادات للبقاء على قيد الحياة لمدة عام على الأقل. الفرقة الناجية تم تحديدها سلفا بالعائلات الثرية التي تستطيع أن تشتري مساحة لتعيش فيها وتنجو من الكوارث مهما كانت خطورتها وتأثيرها. تقارير إعلامية تحدثت عن أنه تم الاختيار فعلا لشخصيات من طبقة النخبة في العالم لتكون بالملاذات السرية الخاصة بها. ملاجئ يوم القيامة ستتسع أيضا لتخزين السيارات والتحف الفنية والحيوانات الأليفة. سفينة نوح. بالنسبة للعملاء الذين يبحثون عن شيء أكثر فخامة، تقدم الشركة الأمريكية أيضا سفينة نوح المعاصرة،
في منشأة سابقة لتخزين الذخائر في عهد الحرب الباردة في ألمانيا، حيث تسلم المساحة المخصصة فارغة ويمكن للمالك أن يجددها حسب ذوقه واحتياجاته، والاختيار من بين الخيارات التي تشمل غرف الفحص وحمامات السباحة الخاصة والصالات الرياضية. ويشمل المجمع الواسع نظام الترام لنقل السكان في جميع أنحاء الملجأ، حيث يمكنهم زيارة المطاعم والمسارح والمقاهي والمسابح ومناطق الألعاب. فهل أنت من الفرقة الناجية من كورونا وكوارث الأرض في ملاجئ القيامة؟ أم أنك مثلنا ما زلت تبحث عن القناع ومعقم اليدين المفقودين من الصيدليات؟